ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون، لا يعلمون الكتاب إلا أمانية أي تلاوة فقط، تلاوة اللفظ، ولا يهتمون بالمعاني ويطلبون التفسير، إنما يقرؤونه للبركة أو يقرؤونه للورد أو يقرؤونه للتعاويذ والطلاسم والعلاج بزعمهم، أو يقرؤونه في الأفراح والمناسبات ويطربون بسماعه ولا يتدبرون القرآن، أو يكتبونه حروزاً يعلق لدفع العين، هذه مهمتهم، أو يقرؤونه للتكسب به في الحفلات ويأخذ على الحفلة كذا وكذا من النقود ويتجول بين الحفلات يقرأ لهؤلاء ولهؤلاء وكل واحد يعطيه مبلغ يحترف بالقرآن، ولا يتدبرون القرآن أبداً. هذه صفة الخاسرين. القرآن أنزل ليتدبر، كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن أعظم تدبر القرآن تدبر آيات الأسماء والصفات والاستدلال بها على عظمة الله جل وعلا وكماله سبحانه وتعالى، وهذا من التوحيد، من توحيد الربوبية. نعم.